يا دمو سرور، ازيك يا ست الهواني؟ تسلم يا اخويا. بقول لك ايه، عايز اطحن شويه القمح دول، بس اوامك يا اخويا بسرعه كده. حاضر يا ست الكل من العيله الاثنين. بص بقى يا ابو العيله، يا ابو العيله كله. حلوه ابو العيله كله دي. اموري. ماليش امر عليك يا دجاله، بس ليا فيك عشا. عشمك في مطرح. نزلي يا بنت هان، القمح عندك كله اهو. شايفاك يا اخويا مشغول قوي، اطحنه براحتك وتجيبهولي على البيت ان شاء الله الصبح. تاخد اجرتك وعليها تعب المشوار. امرت العشم والموده. هاني اجي على رموش عيني. وعندي ليك شغلانه صغيره بس اجرتها كبيره. والله ده انا كل يوم ما بصدق اروح البيت انام لي ساعه، بس عشان خاطري اشوف لي صرفه. تسلم يا ابو العيله، حطك بعافيه يا اخويا. الله يعافيك. يلا يا بيت. يا ما شاء الله عليك يا عروسه، انت بنت مين يا بنت في البلد؟ ليه يا ست في حاجه؟ يوم السمع. تعالي معايا يا اختي اسمعي. لا يا ست، الدور هيفوتني. الدور هيفوتك يا اختي. طيب حطك بعافيه. اتفضل يا ابو العيله، عايزين نروح نفطر في بيتنا. ما تروحي تفطري في بيتك. وقال لها هتخلصنا بقى يا ابو العيله، هتبقى انت والصيام. في صايم يعمل كده؟ في صيام ايه ده يا غباشي؟ ابو العيله فطني خير؟ امي جرى لها حاجه؟ لا يا اخويا الحمد لله، امك زي الفل. ايه ايه اللي جابك هنا يا فاطمه بس؟ في ايه بس يا ابو العيل؟ انت بقالك يومين يا اخويا عمال تشتغل في الطاحونه لما نفسك اتقطع وما اكلتش ولا لقمه عادي، قلت اجيب لك حاجه كده على ما اقوم تفطر بيه. فيكي الخير يا فاطمه، بس انا مش كنت منبه عليكي انك ما تنزليش من الدار ابدا وما تمشيش في وسط الناس اللي عينيها عايزه تنخزق دي؟ يا اخويا يعني واني كنت هعمل ايه؟ ماني كان لازم اجيب لك لقمه تسند بيها طولك يا ابو العيل. وبعدين يا اخويا ده الدنيا صيام، هو حد هيعمل كده والدنيا صيام؟ ايوه امال، ويعمل اكتر من كده. ايه عيون الناس زي حناكهم بتاكل يا فاطمه. عيون الناس زي حناكهم بتاكل يا فاطمه. حاضر يا اخويا، انت الصح انت الصح. انا يا ابو العيل راح فين؟ استني ما اقول. بخلي بالك يا بيت، الجلابيه تلزق في جسمك وتكسم التكاسيب. ايه عيون الناس ايه بتاكل زي حناك. حاضر يا اخويا. بقول لك ايه والنبي يا ابو العيل، الاقيش معاك يا اخويا ملمين بس كده عشان كنت عايزه اجيب كوز لبن. منين يا فاطمه منين؟ ده انا مش هقبض الا اخره الورديه يعني على وش الصبح كده. وبصراحه بقى انا مش عايز اطلب من الحاج اياته حاجه، لانه هيعملها بجميلي وحسني وهيخش الجنه على حس الكم اللي هيديهم لي دول. خلاص يا اخويا خلاص، هو يعني كان هيضحك على ربنا ولا هيضحك على ربنا؟ خير كتير والحمد لله. هو يا فار، هو في اكل في الدار لامي والعيله ولا لا؟ في يا اخويا طبعا في، الحمد لله الخير كتير. يلا يا ابو العيله شد حيلك يا اخويا، ربنا معاه. السلام عليكم. خلي بالك يا بيه. وانا يعني كنت هقول له ايه؟ مفيش اكل للعيال وامه؟ ليه كان يرجع لي اكله اللي جايبه له ويقول لي روحي بيه للي في البيت؟ يا وعد يما على الحلاوه البقلاوي النقاوي. اخسى عليك واد عيب صحيح. طب ما تعمليش انا يا اخي خاطر، اعمل خاطر للشهر الكريم اللي احنا فيه ده يا سنجاب الكلب ده. انت ان شاء الله يا رب ربنا يفرج بنصيبك. اهدي، حتى في رمضان والصيام تكونش الجلابية لازقة ولا تكونش الجلابية لازقة يا خبتك يا فاطمة. فرحان يا أخوي ومنشكح قوي إنك ضربت مرتها. لعنة الله عليك يا بارد، مرتك دي مش صارة يا بنت جلال اللي مخها برباط دي. أهنت بينت يا فالح إنك أضعف منيها وهي أقوى منها. أقوى مني إزاي يعني؟ طب ايه رايك بقى لما بتمسك دراعي كده، مره تمسك دراعي كده وتفضل تضرب فيا كده بالركوميه، انا لفف لها بقى اعمل لها ايه بقى؟ تروح تدياني بالشلوت. طب دي عليها شلوت، دي مورياني الويل. فالحلوه الاقوى مني دي.
بس هذا سنجاب يا سنجاب ابوك. يا اخوانا الراجل النطح النطع الجغف اللي مرته يغلف فيه ويحتاج يمد يده عليها يبقى هي اقوى منه وهو اضعف منيها. قوم يا تفزة تقعدش معانا. قوم يا تقومة اقلع الطبوش ده اقلع يا لعنة الله عليك وعلى امثالك من العتة والمهمشين. العافية شيخ محمود. يا مرحب يا فاطمة. مرحب يا بنتي تفضل. يا مرحب يا مرحب. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله نحمده ونشكر فضله. الحمد لله. والنبي يا شيخ محمود كنت عايزه هاني اسالك على حاجه كده اذا كنت مش هتقل عليك يعني. اسالي يا بنتي. هو النفر مننا لو نسي صيامه واكل ولا شرب يبقى ما عليهوش حاجه؟ ايوه يا فاطمه يبقى ما عليهوش حاجه وصيامه سليم. طب الحمد لله يا رب. اصل ام ابو العيله كانت بتقول لي كده امبارح بس انا بقى ما صدقتهاش. لا صدقيه كلامها سليم يا فاطمه. اللي هي عامله ايه دلوقتي؟ اهي الحمد لله ساعة كده وساعة كده يعني ساعة تبقى شايفانة وسمعانة وساعة لا شايفانة ولا حتى سمعانة. يا الله اللهم اشفيها يا رب وخد بيدها يا كريم. أمين يا رب يا كريم. تسلم لنا يا شيخ محمود. ربنا يا رب يزيدك من فضله ومن نعيمه وقدر يا كريم. يا رب. سلام عليكم. مع السلامة يا فاطمة. سلامة يا بنتي. سبحان الله في عدله يا شيخ محمود. مش فاطمة دي تبقى مرات أبو العيلة الطحان؟ أيوة يا سيد فاطمة مرات أبو العيلة الطحان دي. هي صراحة يعني اللهم إني صايم. اللهم إنك صايم. لا والله يا بارد يا إخوانا يا جماعة الجواز ده أرزاق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الرزق. فاطمة دي رزق أبو العيلة وأبو العيلة رجل غلبان وبيشتغل في الطحونة ويشيل على ظهره ساعي على أمه وعلى بيته وعلى عياله. هو كمان رزق فاطمة ربنا مقسمه بكده.